فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. نعم، ومما كرهه مالك رحمه الله تعطيل العمل يوم الجمعة، بأن يعطل المسلمون أعمالهم يوم الجمعة، يعني في كل اليوم، فإن هذا من التشبه بالكفار في أعيادهم، فإنهم يعطلون الأعمال في أعيادهم كاليهود في يوم السبت والنصارى في يوم الأحد، فالمسلمون يعملون في يوم الجمعة، لكن إذا نودي للصلاة فإنهم يتركون العمل ويقبلون على الصلاة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالآية تدل على أنهم كانوا يبيعون ويشترون في يوم الجمعة، لكن إذا سمعوا الأذان فإنهم يقطعون البيع والشراء ويذهبون لصلاة الجمعة، فدل على أنهم لا يعطلون الأعمال يوم الجمعة.